السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة بقى هنعمل كده فيديو سريع، هو مش هياخد وقت مننا، بس انا حبيت ان انا يعني اعمله معاكم، وناس كتير بتعرف تعمله لانه سهل جدا. هنعمل جزر بالبرتقال، مقاديري بسيطة ومعروفة، جزر عصير برتقال، معايا هنا سكر والشفشق بتاع الخلاط اللي انا هستخدمه. بس في البرتقال انا جبت حوالي 3 كيلو برتقال وعصرتهم، طلعولي الشوية اللي انتوا شايفينهم معايا دول، ده حوالي رتل وربع او نص، ما طلعليش يعني كمية كبيرة. وجايبة برتقال اللي هو البلدي، مش اللي احنا البلدي ده بيبقى اللي هو البرتقال المر، ما بيبقاش مسكر، بس بيبقى فيه كمية مية اكتر من البرتقال التاني. وحط عليه عصر عليه ليمونة كاملة، هتدي طعم حلو قوي للعصير بتاعنا. هنزل بنص الكمية كده، بسم الله. لو حابة تقللي كمية الجزر ما تحطيش الجزر يعني اللي انا حطاه ده، براحتك. انا حط حوالي نص كيلو من الجزر، وهنزل بالسكر. والجزر طبعا انا سلقاه زي ما انتوا شايفين معايا، لان طبعا ما ينفعش نحطه زي ما هو، هيطلع لنا شوائب كتير ومش هنستفاد منه. بس كده هبتدي اضربه في الخلاط وهوريكم الشكل بتاعه بعد ما اضربه. دلوقتي انا عملت اول حاجة اللي انا وريتها لكم، عملت معايا الشفشق اللي انتوا شايفينه ده كده، مليته كده بس الا حاجات بسيطة يعني، وهوريكم الكمية التانية اللي انا عملتها القوام بتاعها. بسم الله، شايفين القوام جميل ازاي؟ انا بصفيه علشان لو في برضو اي شوائب او اي قطع جزر او كده موجودة ان انا اقدر اشيلها، عشان طبعا لو فضيته كله مش هقدر اشيلها. اهو بالشكل ده كده، بحاول بقى بالمعلقة كده هنزل عصير بتاعي. وطبعا السمك بتاع العصير تقدر ان انت تتحكمي فيه براحتك، هو كان اتقل من كده بس انا زودته شوية مية علشان طبعا ما كانش فيه برتقان، عصير برتقان معايا، فزودته شوية مية. في ناس بتحط فيه عصير اللي هو عصير تانك ده، بس انا مش حابة لان احنا عاملين حاجة طبيعية، فمش حابة ان انا احط فيها حاجة من بره. هبتدي ان انا اصفيه بالشكل انتوا شايفينه ده معايا، شايفين اللون بتاعه بجد روعه روعه والطعم احلى، هصفيه وهوريه لكم. دلوقتي بقى هبتدي اصب كده معاكم العصير عشان تشوفوا برضو القوام بتاعه واللون بتاعه عامل ازاي. بسم الله، حاجه بجد تحفه تحفه، ولو يعني هتقدميها لضيوفك جميلة جدا جدا، لون وطعم وكل حاجة. بسم الله، بجد اتمنى ان انتوا تجربوه، وان يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. وما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم.